تصل الحسنات والأجور كلها إلى معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه. سلمان الفارسي رضي الله عنه، لعل سلمان الفارسي كان ممن كان له السبب الأول والأمثل في دعوة بلاد فارس. لماذا؟ لأنه كان من الصحب الكرام وكان يفقه لغة قومه. أسلمت بلاد فارس وخرج من بلاد فارس علماء كثر، منهم الإمام البخاري رضي الله عنه، الإمام مسلم، الإمام الترمذي. كل هؤلاء لو قلنا أن سلمان الفارسي كان سببا في إسلام قومه ستنصب الحسنات كلها في ميزان حسنات سلمان الفارسي رضي الله عنه. طيب، إذا أردنا أن ننتقل إلى هذا التسلسل في تعدد المستويات ورأس الهرم في أمور الدنيا، هذه بين أيدينا مجسم لشركة ما، وكل شركات العالم بهذه الطريقة. لا بد أن يكون هناك رأس هرم ودونه تسلسل، ودون هذا التسلسل تسلسل، ودون هذا التسلسل تسلسل، حتى نصل إلى يعني يسمونها الطبقة السفلى في هذه الشبكة أو في هذا الهرم أو في هذا التعدد في المستويات. لا ينكر عاقل في الحياة الدنيا أن كل شيء لا بد أن يكون فيه تسلسل من الأعلى إلى الأدنى. الله جل في علاه خلق الخلق، ومن هؤلاء الخلق الأنبياء. الأنبياء كل نبي دعا قومه، وكل رجل من هؤلاء القوم دعا قومه، وهكذا بدأ ينتشر دين الله سبحانه وتعالى حتى وصل إلي وإليك. وإذا كنت أنا وأنت من العقلاء سننشر هذا الدين وهذا الخير إلى من بعدنا، إلى ذريتنا وأبنائنا، وإلى من نريد ونحقق من الخير. فالعالم كله مفتوح بين أيدينا، والأمة تنتظرني وتنتظرك أنت لتنشر هذا الخير في أمور الدين. وكذلك الأمر ينصب في أمور الدنيا، فهذا بين أيدينا هيكل لشركة ما. على رأس هذا الهرم المدير العام، تحت المدير العام مدراء، تحت كل مدير قسم، في هذا القسم مجموعة من الأعضاء أو من الموظفين. تمام؟ لو سألتك سؤال أيها العاقل اللبيب الفطن، بأي حق هذا الذي في أعلى الهرم الوظيفي يأخذ 70-80-100 ألف؟ بأي حق؟ والبواب الذي في هذه الشركة يتقاضى 1000 أو 2000، بأي حق؟ لأن هذا الذي في رأس الهرم هو مسؤول عن بقية هذه الشبكة، وهو المحاسب الأول. ولا تنجح هذه الشركة إلا بالمدير الأعلى، هو الذي يقود الدفة إلى النجاح. ولكن كل هؤلاء الذين في الشبكة هم في الحقيقة شركاء نجاح لمن كان في رأس هذا الهرم. لو نزلنا قليلا إلى مجسم آخر، هذا المجسم أو هذه الأطروحة التي بين أيديكم هي مجسم خفيف لبعض أنواع التسويق الشبكي أو التسويق الهرمي. حالهم كحال أي إنسان دعا قوما إلى خير أم إلى هدى، دعاهم إلى منتج معين فاشتروه فربحت الشركة. قالت الشركة لهذا الذي في رأس الهرم: أنت لك مقدار معين من النسبة المالية، إذا حققت لنا مبيع أكثر تزداد نسبتك. فبدأ هذا الرجل ينشر هذا الخير للأول، الأول نشر هذا الخير للثاني، الثاني نشر هذا الخير للثالث. هنا لن ينقص من أجر أحدهم شيء. الذي في أدنى هذه الشبكة ربح بمقدار جهده، الذي فوقه نفس حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينقص من أجورهم شيء.
التسويق متعدد المستويات، التسويق متعدد المستويات هي موجة هذا العصر، هي توجه الشركات العالمية بل التجارة العالمية في كل مكان. التسويق متعدد المستويات بدأ ينتشر وهي من أسرع سبل أنواع التجارة وتحقيق الثراء العالمي. من أراد النجاح في حياته فيلتحق بإحدى هذه الشركات الطيبة المباركة، ومن هذه الشركات العادلة الآمنة هي شركة دي إكس إن الماليزية القابضة العالمية. شركة دي إكس إن ونظام التسويق فيها، إذا دخلنا على موقع الشركة ستجد أيقونة مكتوب فيها احصل على الدخل. في شركة دي إكس إن العالمية ليس لك مكان في تحقيق الأرباح إلا مكانين فقط، ليس لك إلا أرباح البيع بالتجزئة وأرباح علاوات المجموعات بشكل ميسر، هو مندوب مبيعات وتحته فريق عمل حاله كحال داعية إلى الله، دعا قوما إلى الإسلام، فكلما عملوا الصالحات هم كسبوا الحسنات وهو كسب حسنات نفسه وحسناتهم. هؤلاء من دونه دعوا أناسا آخرين إلى الخير والطاعة والعبادة والدين، فهؤلاء الذين في الأسفل ربحوا حسنات، صعدت حسنات هؤلاء إلى من أعلى منهم ثم إلى من دعاهم، ولا ينقص من أجورهم شيء. في شركة دي إكس إن ينتهجون نفس هذا المنهج، بل غالب شركات التسويق الشبكي ينتهجون نفس المنهج، وأتكلم خاصة عن هذه الشركة التي عرفناها وتعاملنا معها في صدقها وشفافيتها وعدالتها في الأرباح وفي تحقيق العلاوات. إذا نزلنا إلى الأسفل لن تجد إلا أرباح البيع بالتجزئة وعلاوات المجموعات. علاوات المجموعات إلى أسفل كلما نزلت لن تجد إلا علاوات، أي تحقيق نجاح من فريق العمل الذي هو يعني تحت قيادتك وتحت ريادتك. بكل بساطة شركة دي إكس إن ليست شركة عقارية، شركة دي إكس إن لا تبحث عن سماسرة، شركة دي إكس إن ليس فيها أحد يربح السابق من اللاحق، شركة دي إكس إن شركة تسويق عالمي حاله كحال أي تسويق، مندوب مبيعات وفريق عمل. لكن الإشكال فينا نحن أننا تعودنا في حياتنا على راتب مقطوع، وظائف ندخل فيها في آخر الشهر نتقاضى راتب معين، لم نفقع قضية أرباح تعدد المستويات. شخص باع بألف، الذي تحته باع بألف، الذي تحته باع بألف، مثال، الشركة تقول سأقاضيك أنت على ما بعته من ألف، ثم نعطيك عمولة على من تحته، ثم نعطيك عمولة على من تحته، ولا ينقص من أجر هؤلاء شيء. الشركة غير متضررة، مندوب المبيعات غير متضرر، الذي يأخذ المنتج غير متضرر، البضاعة ليس فيها ضرر، نوع التجارة ليس فيه جهالة وليس فيه ربا وليس فيه أي شيء من المحاذير الشرعية التي تكلم عنها أهل العلم. وفي الختام أوجه رسالتي إلى كل عاقل في هذا المجتمع وفي هذه الأمة، احجز مكانا لك في أي شركة من هذا التسويق المباشر متعدد المستويات، ليكون لك يوما ما ذخرا ونفعا في الحياة الدنيا. كان معكم محبكم غازي بن سليمان الفقيه.